السياسية هي في الحقيقة بدأت في حزب نداء تونس اللي للأسف ما عادش يشبه للحزب اللي أنا انضميت له عام 13 واللي برشا توانسة أمنوا بيه. الناس اللي سيروا فيه اليوم وعلى رأسهم حافظ قايد السبسي والمحيطين به دمروا الحزب. اليوم الصباح التقيت بالسيد رئيس الحكومة اللي قدمت له طلب استقالتي بعد ما شكرته عفيقة اللي وضحها في شخصي واللي مكنتني نخدم بلادي من الموقع هذا على مساندته لي خلال أداء مهامي وكذلك على التفاهم تاعه وقبول استقالتي. رئيس الحكومة يلزمه أما يستقيل وألا يمشي للمجلس مش يجدد الثقة. المساواة في الإرث تصبح قانون. وتوا الآن احنا يعني العلاقات بين الباجي قايد السبسي والنهضة قصف. قررت ذلك. وعند الحق مش موافقش بالله. انا مانيش موافق. حتى مشي هذايا ما قلتش التمشي.